عبد الرحيم معروف في ثلاث بلاد معروف ساق في بيت حد غزير بكري الله يحفظك تبارك الله على السي مرجان الله يحفظك هو عز الدين المرتقليه والحمر راس والبقرير غلمي المعزي مراق السبعه واللحوم حمراء تحيه الزيتون المرجان درك الزهره تاع ثلاث لوني الزيتون يكونوا كل شيء هذا شحال الكبده كرتيش اللي في الوافي الكبده خويا كنا كنبيعوا فيها 100 درهم هي والقلب حيت حنا الكبده ما كنغطسوهاش في الماء عرفت الكبده هي اللي كانت ديوان الحانوت وكانت ديوان الحانوت كتباع ب 2400 كبده مليحه المله الكاليتي وهاد القليه بشحال كانت القليه 20 درهم الحمراء 700 الصيد 50 درهم وسنان الحليبه عرفت مليح كثير الحانوت سبعه هذا هو راديو الغنمي واقف نمرة سبعة انا غنبيعهم الرقم سبعة ثلاث الاولاد قول لي شحال تبيع شحال تبيع 1000 ريال 1000 ريال شحال تبيع 3 ريال شحال تبيع تبارك الله هذاك الشيء زين اللحمة حمراء زينة تبارك الله راجل مواطن اخويا مرحبا مرحبا نسيتوني مرجان زيد العبد ابونا ومعانا وديروا لينا جيم خالي كي داير المربي هاني الله يحفظك هلا هاني يلا هاني انا قلت انا ما نعطيك مكان غالي والله ما عم ندير فيك شفتي علي اللي انا قشتك ايوا مليحة مليحة هات هات مليحة مليحة سوق وتيخ
تخدم في السوق وفي المرشي الفوق. اه في السوق المرشي. تاعب جي تاهو. مرضي عليك. صبر هذوك صبر. الكبده ها الشوا. مازال غنطلعوا عندو الحانوت ان شاء الله. الحانوت ان شاء الله. كي داير التقلية عندو تبارك الله. ما كايناش عند شي واحد ما عرفش. كايناش السوق كامل اصيب بحال هادي فابور. ما عرفتش. اسمعني السوق بحال هادي. هاد الفوق. البيضة دابا جميلة. اوكي اوكي. هادي خايدي يلا زيد يلا بشحال تتبيع المختار 30 درهم والحمراء شحال؟ الحمراء كنبيع فيها ب 40 درهم بارك الله فيك لا عبر 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 مليح هذاك الشيء تعبري وعاد نمشيو نخليه هاني السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.